غالبا ما تختفي السفن والطائرات في مثلث برمودا ولا يمكن لأحد العثور عليها، لكن بعض الناس تمكنوا من الخروج من هذه المنطقة المخيفة والتحدث عما حدث هناك، وهذا ما فعله بطل هذه الحلقة. اليوم ستكتشفون ما حدث له وما قاله عندما عاد. بروس جيرنون هو اسم الرجل الذي تمكن من الخروج من مثلث برمودا بعد أن حدثت له أشياء غريبة. يعتقد أن بروس هو الوحيد الذي كان قادراً على القيام بذلك. عمل بروس كطيار. في ديسمبر 1970 طار من جزر الباهاما وحدد مساراً لشاطئ ميامي عبر مثلث برمودا. كانت الرحلة اعتيادية وكان من المفترض أن تسير دون مشاكل، ولكن بعد فترة وجيزة من إقلاع بروس بدأت تحدث أشياء غريبة. رأى بروس سحابة غير عادية على شكل نصف دائري، كما روى الطيار كانت صغيرة في البداية، ولكن عندما طار نحوها زاد حجمها بشكل كبير. في الوقت نفسه أظلم كل ما حوله فجأة ورأى وميضا خفيفا بدأ يتألق أمام عينيه مباشرة كلما اقترب أعماه الوميض. كان الطيار خائفا حقا وقرر تغيير مساره، أدار الطائرة وعاد أدراجه. اتضح أنه القرار الصحيح. بعد أن قلبت الطائرة رأى بروس شيئا يشبه الفجوة. كانت السماء الزرقاء مرئية من خلال النفق المتشكل، ولم يتردد الطيار في توجيه الطائرة نحو النفق الذي كان قد بدأ بالفعل في الإغلاق. لحسن الحظ تمكن بروس من التحليق عبره قبل إغلاقه تماما. بعد فترة اتصل بروس بالمرسلين الذين قالوا إنهم لا يستطيعون رؤيته على الرادار، وبعد زوال الضباب والغيوم بدأت أجهزة الطائرة في العمل وحدد المرسلون موقع بروس. عندما أصبح من الواضح إلى أين يحلق الطيار صدم الجميع. اتضح أن الطائرة وصلت تقريبا إلى وجهتها. على الرغم من مرور حوالي 45 دقيقة من لحظة الإقلاع، كان من المفترض أن تستغرق الرحلة نفسها ما لا يقل عن ساعة ونصف. ألقى بروس اللوم على مثلث برمودا الذي تمكن من الهروب منه بإعجوبة. في رأيه لم يكن مثلث برمودا يبتلع الطائرات والسفن فحسب، بل كان ظاهرة زمنية. اعتقد الطيار أن المثلث ساعده في تحقيق قفزة زمنية، فبحسب قوله قطع مسافة 100 كيلو متر حرفيا في 10 ثوان. على الرغم من قصة بروس المثيرة للاهتمام، إلا أن تفسيره للموقف برمته يبدو غريبا، أليس كذلك؟ من الصعب الإيمان بالأنفاق والفجوات والومضات، ولكن ماذا لو كان الطيار على حق؟ بعد كل شيء تمكن من إخراج الطائرة من مثلث برمودا عندما بدأت الأمور تصبح غريبة هناك، لكن العديد من الطيارين وقباطنة السفن الآخرين أخذهم مثلث برمودا إلى الأبد. ترقبوا أكثر حالات الاختفاء الغامضة للسفن والطائرات في مثلث برمودا والتي ستفاجئكم. كارول إي ديرينغ. لم تبدأ مناقشة أسرار مثلث برمودا بنشاط إلا في منتصف القرن الماضي، ولكن حدثت حالات اختفاء غامضة في هذه المنطقة من المحيط الأطلسي من قبل. يعد اختفاء طاقم كارول ديرينغ من أشهر الحالات وأكثرها غموضاً. إنه ليس اسم قبطان السفينة، بل اسم المركب الشراعي الأمريكي. قامت السفينة برحلتها الأخيرة في يناير 1921. شوهدت كارول وطاقمها آخر مرة بالقرب من منارة كيب لوكاوت العائمة قبالة ساوث كارولينا. بعد ذلك بيومين تم العثور على السفينة عالقة قبالة نورث كارولينا، ولكن لم يكن هناك طاقم على متنها. من جميع النواحي الأخرى بدا الأمر كما لو كان الطاقم مختبئا في مكان ما على السفينة. لم يتم العثور على الطاقم حتى يومنا هذا. لا يزال من غير الواضح أين ذهب الجميع وكيف تقطعت السبل بالسفينة. قبل ذلك بقليل حدث اختفاء غامض آخر. السفينة الأمريكية USS سايكولوبس أبحرت في رحلتها الأخيرة في مارس 1918، وكان على متنها أكثر من 300 شخص. تم نقل أكثر من 10,000 طن من المعدن الخام في تلك الرحلة، ولكن لم يتم العثور على أي منها. بدأ أن السفينة قد تحركت بعيدا. لم يرسل الطاقم أي إشارات إنذار، لكن في مثل هذه الحالة يجب أن يكون هناك بعض الحطام أو الجثث. لكن لا، لم يسفر البحث الشامل عن أي نتائج، ولم يتم العثور على سفينة USS سايكولوبس. أثناء البحث كانت هناك نظريات مختلفة حول ما حدث، لكن لم يستطع أي
منها تفسير اختفاء سفينة كبيرة محملة بالكثير من البضائع و300 راكب. بالنسبة لي هناك تفسير واحد فقط، أصبحت السفينة ضحية لمثلث برمودا الذي لن يعيد السفينة أبداً. لوكهيد R7-1. دعونا نعود إلى الطائرات. إذا تمكنت طائرة بروس جيرنون من الخروج من المنطقة الغامضة، فإن لوكهيد بقيت في مكان ما في مثلث برمودا إلى الأبد. كانت الطائرة الكبيرة التي كانت تقل 42 شخصاً من الولايات المتحدة إلى المغرب، تعتبر من طراز تايتانيك لسفن أوائل القرن العشرين حينها. كانت الطائرة محمية بشكل أفضل من الطائرات الأخرى، وكانت موثوقة للغاية. في 30 من أكتوبر 54 غادرت الطائرة الولايات المتحدة. قبل منتصف الليل بقليل اتصل الطيارون للمرة الأخيرة. في ذلك الوقت كانوا بالفعل في منطقة مثلث برمودا. لم يتصلوا مرة أخرى واختفت الطائرة. وأرسلت سفن وطائرات للبحث عن الطائرة المفقودة، لكنهم لم يعثروا على شيء، لا حطام ولا جثث. أفروتودور آي في ستار تايجر. في 30 يناير 48 طارت الطائرة من سانتا ماريا في جزر الأزور إلى برمودا. قبل الإقلاع لوحظ أن الطائرة واجهت مشاكل في المدفأة وكذلك البوصلة، لكن الطيارين قرروا التحليق بحذر على ارتفاع منخفض لتجنب هبوب الرياح. بالإضافة إلى ذلك كانت الطائرة تحلق خلف لانكستر، وهي طائرة أخرى كانت تنقل معلومات الطقس، لكن هذا التكتيك لم ينجح. في وقت ما انقطع الاتصال بالطائرة. هبطت لانكستر بنجاح في وجهتها، لكن لم يتم العثور على ستار تايجر مطلقا. تم الإبلاغ عن فقد 25 راكبا و6 من أفراد الطاقم، وتم نقل سبب الحادث إلى مثلث برمودا. ما الذي يحدث في مثلث برمودا في المقام الأول؟ لماذا تختفي الطائرات والسفن هناك كثيرا؟ هل هناك أي طريقة لشرح ذلك؟ نعم، هناك بعض النظريات البديلة والغريبة حول هذا الموضوع. وفقاً لواحدة من أكثر الفرضيات جرأة، فإن جميع الحوادث التي تحدث في مثلث برمودا هي خطأ المذنب. يعتقد أنصار هذه النظرية أنه منذ حوالي 11,000 عام سقط مذنب في نفس المكان الذي يقع فيه مثلث برمودا الآن، وقد يكون لهذا الجسم السماوي خصائص كهرومغناطيسية خاصة تؤثر على تشغيل المعدات، ومن هنا تأتي كل هذه الأعطال في إلكترونيات السفن. هناك نظرية أكثر جرأة غرابة، وهي أن مثلث برمودا مكدس بجميع أنواع البوابات. في الواقع أخبر بروس جيرنون البطل الرئيسي لهذه الحلقة أحدهم، كانت تلك البوابة مؤقتة من خلال الطيران عبرها. قلص بروس وقت الرحلة بمقدار النصف تقريبا. يعتقد أنصار نظرية البوابات أن هناك تشوهات في الزمكان في مثلث برمودا. في هذا الجزء من المحيط يمكن أن يمر الوقت بشكل مختلف، ويمكن ربط الفضاء بعوالم متوازية. أخيرا نظرية بديلة أخرى، من المحتمل أنها واحدة من أكثر النظريات غرابة حول مثلث برمودا. يعتقد أنصارها أن مركز الاختبار والتقييم تحت سطح البحر الأطلسي التابع للبحرية الأمريكية متورط في عمليات الاختفاء. وبحسب مؤيدي النظرية فإن هذا المركز منخرط في اختبارات سرية للغواصات والأسلحة تجري الاختبارات في منطقة مثلث برمودا. في هذه الحالة يمكن إرجاع اختفاء الطائرات والسفن إلى حقيقة أن ركابها كانوا مجرد شهود يحتاجون إلى القضاء عليهم حتى لا يثرثروا في أي شيء. هذا كل شيء يا رفاق، ما رأيكم في سبب الاختفاء في مثلث برمودا؟ شكرا لكم على المشاهدة وأراكم لاحقا.